هذه الأرض لنا أم رؤوم، كيف يرجو رحمة من عق أمه؟ عزها في دينها مهما رأينا، حولها بحر الدعاوى وخضم. عندها من منهج الرحمن كنز، ومن الحكم به أعظم نعمة. ولها في الأمر بالمعروف حرز، إن ألمت من أعاديها ملمة. هكذا الأمة تبقى حين يبقى منهج القرآن فيها خير أمة، منهج القرآن فيها خير أمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأحيي إخواني وزملائي المشايخ في هذه الحلقة التي نقف معها مع حديث عظيم، حديث يخاطب العقل، حديث صور الصورة الذهنية المعنوية في صورة حقيقية يلامسها الإنسان ويحس بها، الحديث الذي يعرف بحديث السفينة. هذا الحديث الذي في الحقيقة جمع فأوعى كثير من القضايا والمسائل التي تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإصلاح، بالاحتساب، بالدعوة إلى الله عز وجل. هذا الحديث الذي تميز بأنه حجة على أناس كثر يقرؤون الحياة ويقرؤون الواقع قراءة انتقائية، قراءة مزاجية، لكن هذا الحديث في الحقيقة حجة عليهم في مخاطبة العقول، مخاطبة المنصف، مخاطبة الموضوعي. أما الذي يقرأ الأوضاع والحياة بقراءة انتقائية مزاجية وفق هواه وشهوته، هو في الحقيقة مهما جاءت من النصوص والأدلة والخطاب العقلي والنظري والواقع والأحداث لا يمكن تؤثر فيه. ودنا نقف نحن والمشاهد الكريم مع هذا الحديث وقفات نستلهم فيها معاني عظيمة تفيدنا نحن والمشاهد والمشاهدة الكريمة في حياتنا بشكل خاص وفي حياة أمتنا بشكل عام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا ويهدينا ويوفقنا لما يحب ويرضى. الله يرعاكم ويحفظكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بعد التأمل في هذا الحديث ودنا نقرأ الحديث، ودنا نستعرض الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاه وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم فيحصل من الأذى ويحصل من يعني سكب الماء عليهم وكذا. فقالوا: لما لا نخرق في نصيبنا خرقا؟ نحن أقرب إلى الماء، بيننا وبين الماء حاجز السفينة فقط. فإن أهل السفينة تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يصور المجتمع بإداراته وقطاعاته ووزاراته وشركاته وأسره وبيوته وأفراده، كلهم في هذه السفينة. لا يقول أحد: أنا خارج، أنا منفرد، أنا حر بنفسي. لا، أنت في هذه السفينة، فمن أحدث فيها خرقا فعود شأنه ليس على ذاته وإنما على السفينة كلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صور في أبلغ تصوير، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أن المجتمع كله يركب في هذه السفينة، فكل أحد معني بالاحتساب. الذين يأخذون على يد الذي يخرق فيها خرقا، أليس الذين ينهون عن الفساد في الأرض؟ أليس هم الذين يمنعون بيوت الخمر والزنا والدعارة والفجور؟ أليس الذين ينصحون للناس ويبذلون لهم الخير حتى يحافظون على هذه السفينة إلى أن تصل إلى بر الأمان؟ هم هذا المجتمع بمجموعه. هل يستطيع أحد أن يقول: أنا في إدارة معينة ليس لي شأن، والآخر يقول: أنا في شركة ليس لي شأن؟
الغرق سيعود. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وش ترى يا شيخ عبد الله من التأمل حقيقة هذا الحديث؟ يعني في أكثر من معنى ومعاني دقيقة جدا. أولا يعني وحدة المصير، هذا المجتمع بصغاره وكباره، بسفهائه وعلمائه، بصالحه وفجاره، هم في النهاية تشملهم وحدة مصير معينة، وأي شيء يغلب عليه فيصيب الجميع ولا شك. لكن في معنى دقيق جدا، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصور حال بعض المفسدين، قالوا نخرق في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا. يا سلام، كانت النية طيبة جدا، ما كان نيتهم الفساد ولا كان نيتهم إغراق المجتمع. وهذا طبعا بعض مرتكبي المنكرات هم فعلا قد يكون نواياهم سليمة، لكن هل تعني سلامة النية أن يتركوا وشأنهم؟ طبعا لا، العبرة بمآل هذا العمل، العبرة بنتائج هذا العمل. فإذا أنا أضرب مثال بسيط، يعني مثلا لو جاء واحد، لأن أحيانا تفهم مفاهيم، يعني ولعلنا نأتي عليه، تفهم مفاهيم الحرية فهم مغلوط جدا. ولو جاء واحد وقال أنا الآن أبى أسس لي قناة فضائية، جميل، وهالقناة الفضائية هذه أبى يعني سأضع فيها من البرامج التي تثير الشباب وتجذبهم وتجيب الأشياء التي يحبها الشباب والبنات، حتى وإن كان فيها ما فيها من الغرائز والشهوات، أيوة، من 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 المعاصي والمنكرات. ثم يقول: يا أخي أنا ما أجبرت الناس، أنا ما أجبرت الناس أنهم يفتحون هذه القناة، القرار بيدك أنت يا صاحب الأسرة، ما تبغى قناة يسكرها، ما تبغى قناة لا تدخلها. زين، هو يقول لك أنا حر. فهل هذا المنطق صحيح؟ لو تركه الناس وما يشاء، ولا شك أن الفساد سيؤثر على أناس ما كانوا يحسبون يوما أنا. وهناك مشكلة، وهذا من أعاجيب التفاسير اللي صراحة صادفتها في بعض قراءاتي، عند قول الله عز وجل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يفعلون. في الآية الأولى قال: لبئس ما كانوا يفعلون. في الآية الثانية التي بعدها قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الآية الأولى قال يعملون، لأن عبارة عن عمل عارض، قد يكون مؤقت، قد يكون على استحياء، قد يكون على تخوف، لكن لما يسكت المجتمع يتجذر هذا العمل وهذا الانحراف حتى يصبح صناعة. يعني في البداية ممكن تطلع لك برنامج فاسد في أحد القنوات، إن سكت المجتمع أصبح برنامجين، أي أصبح برنامجين، بعدين قناة، بعدين 10 قنوات، بعدين 20 قناة. ال20 قناة هذه يعمل فيها آلاف الإعلاميين وآلاف الفنيين، إذا تبغى أصبح صناعة. لبئس ما كانوا يصنعون، أول كان عمل يعني عارض كذا، لكن لما يصبح صناعة هنا معنى غرق السفينة، بمعنى أن الماء تكاثر، ما أصبح بإمكان المجتمع أنه يمسك هذا. لكن لو كان من بداية النقر، نعم، أقول لك من بداية النقر أنه أخذ على يد هذا الإنسان الذي قد يكون سيء نية وقد يكون طيب نية كما ورد في الحديث، أخذ على يده بقوة، كان نجت السفينة. وبعدين السفن هي ممكن تتعدد وممكن تتفرد، هي في سفينة البيت وفي سفينة الحي وفي سفينة البلد وفي سفينة الأمة وفي سفينة العالم. هي في الحقيقة يعني كلنا هو يأخذ نوعا من حالة السفينة. رب البيت وأسرتهم في حالة سفينة. لو أن فردا من أفراد العائلة قال: ماذا يعني أسرتي إني إذا فعلت هذا الخطأ في غرفتي وشأني وشأن ما لهم علاقة؟ هذا الفرد من الأسرة لو تركه البيت لخرق في هذه الأسرة خرقا يجر عليهم كلهم الشر، مثله في الحي، مثله في البلد، مثله في الدولة، مثله في المجتمع، مثله في العالم. فهي السفينة هي 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 تعبير عن حالة، مثل ما قلت، وحدة المصير، حالة الاشتراك في الحياة. يعني ما يمكن يقول إنسان: أنا والله في قصري، في بيتي، في عملي، في جهتي، ما الناس علاقة فيه. لا، لست كذلك. هذه الذي أشرت إليه الشيخ عبد الله أيضا،
هي مشكلة حالة الانتقائية اللي دائما نكرر، حالة الانتقائية في في في, في هذه المسائل. يجي واحد يقول لك الحرية، طيب خليك مضطرد مع هذه الدعوة. أن تدعي بأنك تدعو إلى الحرية وإلى الليبرالية، وهي المفهوم يعني العلماني في الحرية. طيب الحرية الذي تأتي بي ما تقبلني، الحرية التي تترك لي فرصة أني أنا أعبر عما لدي ما تفسح لي المجال. أنت كمصلح وكداعية، كداعية، حرية الليبرالية لا تسمح لك، لا تسمح لك. يعني الحرية الذي توصل بي بصناديق أني أصل أنا، لا يقفون فيه. إذن هم دعواهم في حرياتهم دعاوى انتقائية. الحديث هنا خاطب العقل، خاطب الناس اللي عندهم الموضوعية، المنطق، نعم عندهم منطق. الآن أنت في سفينة، أيا كان نوع الخرق، أيا كان نوع الخرق، هذا الخرق الذي هو في ناحية من السفينة هو لن يقتصر على من في هذا الدور. لاحظ سبحان الله العظيم أيضا أنه ربط الأمر بحالة انفصال، أو يعني في دور وفي دور، يعني كأن هؤلاء في حالة تزكية واستقامة واستقرار اللي فوق، وذولي تحت أقرب للهلاك، يعني أقرب للهلاك يعني والمهلاك. ومع ذلك ما يجي واحد يقول خليهم في 60 داهية، خليهم يهلكون، ما لنا علاقة فيهم، إيش دخلنا فيهم، هؤلاء يجرون على أنفسهم. لا، إنه يبني سفينة واحدة، ما يمكن السفينة يجي يفك الدور الأرضي، يفك يشغل الفاصل ولا يعني شيء، ويطيح الدور الأرضي ويمشي الدور الأعلى. لا، السفينة مترابطة، كيان واحد. كذلك المجتمع كيان واحد، الذي يوجد شرخا فيه ويوجد خرقا فيه، هو لا يضر نفسه وحده، وفي الحقيقة يضر بنا جميعا. صحيح. بمعنى يا شيخ عبد الله، وانظروا إلى لفظ الحديث، فلو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، كأنه مالكين، يعني كأنه مالكين من جهة، وكأنه يقول نحن إخواني أترى الأمر فيما بيننا وبين أنفسنا، في ذواتنا، في لربما غرفنا الخاصة التي قد لا تخرج، لكنها تؤثر على شأن المجتمع. ولذلك الذي يأكل الربا يخرق في السفينة خرقا، الذي والعياذ بالله يشيع فسادا في الأرض هو يخرق في السفينة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو تركوهم بخرق واحد ستغرق السفينة لربما في أسبوع أو أسبوعين، فكيف بالله إذا كان هذا يخرق في نصيبه خرقا وهذا في نصيبه خرقا، فكيف بمن يخرق في نصيبه خرقين أو ثلاثة وينشر مما قد ينشره مما يضر الناس ويفسد، بل يخرق في نصيبك، هو يأتي إلى نصيبك ويخرق فيه. وضح. يعني مثلا أنا يعني أتيت يعني مثلا أو أوكلت أو استأمنت يعني مثلا هذا القطاع أو هذه الجهة، أو هذا مثلا يعني المسؤول عن الكتاب مثل معرض كتاب، أو مسؤول عن قطاع تعليمي، أو مسؤول عن أوكلت جامعة، أو بريطانيا الجامعة، أوكلت، فإذا به يوصل فساده إلى 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 نصيبي. الله أكبر. فهو لم يقتصر على خرق نصيبه، نعم، بل جاء يخرق نصيبي، هدد حريتك. نعم، مثلا يعني في جامعة من الجامعات ترسل بناتك على أن هذه الجامعة والله آمنة لا يدخلها رجال ولا غير، تتفاجأ أن بنتك مثلا ربما أو وضعت وفرض عليها وضع اختلاط سواء عاد مؤقت أو دائم وما إلى ذلك، فهدد أمنك أنت، هدد مبادئك، ألغى حريتك بزعم أن لكن أنا عندي أيضا معنى آخر. أحيانا ترى الضرر ما هو يعني الضرر، ليس هو الضرر يعني اللي هو انتشار الفساد فحسب، ليس هو الضرر، أحيانا الضرر هو شؤم المعصية، شؤم لعنة المعصية. لذلك ورد في الحديث أن البهائم تلعن عصاة بني آدم، بمعنى أن معاصي بني آدم هؤلاء الناس أثرت، لم تضر فقط جنس بني آدم، وإنما ضرت حتى بالبهائم العجماء التي لا ذنب لها. فثقثقة تامة أن المعصية التي تمارس في البيت أو تمارس في المجتمع حتى وإن كانت ممارسة غير ظاهرة وما ذلك لها شؤم. ثم لننحط في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تركوه، ولم يقل ربان السفينة المختصين بمعالجة هذا المنكر، جميل.
بل قال تركوه بلفظ تركوهم بمعنى أن 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 الصغير والكبير والرجل والإداري والموظف والشرطي وال جميع الراكبين في السبيل مسؤولون عن أن هذا الذي خرق ينبغي أن يسد. ولذلك كيف خرقت السفينة يا مشايخ؟ تسمح يا شيخ عبد الله؟ تفضل يا شيخ. نخرج إلى فاصل وسنشاهد يعني فيلما يعبر عن هذا الحديث يعني بما يمكن أن يشاهده الإنسان ويستعرض هذا المعنى، وهو من إنتاج مركز المحتسب. نشاهد هذا الفيلم ونعود مرة أخرى. بأمر ربي في قدر تتزاحم الأنفاس فيها والبشر نسعى ببحر العمر في منظومة فيها ملايين الحوادث والصور تمضي الحياة تتزاحم الأنفاس فيها والبشر نسعى ببحر العمر في منظومة فيها ملايين الحوادث والصور لا يسلم الماضون في سفن الدنا من عاصف للذنب يؤذن بالخطر هو هكذا الإبحار حين نعيشه متشرب بالأمنيات وبالكدر نمضي ونزرع بالمحبة حلمنا والصدق مجداف الوصول إلى المنى ونزرع بالمحبة حلمنا والصدق مجداف الوصول إلى المنى فمتى سنشعر أن صفوة حياتنا حلم يحققه التلاحم والبناء نشعر أن صفو حياتنا حلم يحققه التلاحم والبناء ثقب الخطيئة سر أمواج العناء سفينة الإصلاح ترهقها الأنا وسحابة الأهواء حين تناثرت نبتت مسافات التفرق بيننا نبتت مسافات التفرق بيننا بيننا أقدار صدرا واحدا ويقودنا لنجاتنا نفس الشراء نحتسب الخطى ونعيشها صدقا يجمله التناصح لا الخداع هيا لنحمل أمنيات من الضياع البحر دنيانا وأكثرها متاع
نمد كف الحب نصنع حلمنا بالصدق في دنيا التناحر والصراع. هيا لنحمل أمنيات من الضياع، فالبحر دنيانا وأكثرها متاع. هكذا الأمة تبقى حين يبقى منهج القرآن فيها خير أمة، منهج القرآن فيها خير أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذه المشاهدة عدنا، وهو تأكيد على تقريب هذا الحديث الذي هو في الحقيقة واضح بصورة تعبر عن حالة مشاهدة. ناس احتاجوا يركبون البحر كما هو في المقطع، وجاء يعني مسؤولهم أو أميرهم، وهو يلاحظ أنه يعني في نوعية من الناس من كما يقال من الأجيال المندثرة القديمة، يعني بأن هذا أمر أصلي في كل إنسان مثل ما أشرت في أكثر، هو قضية متفق عليه بكل الناس حتى في الأمم السالفة القديمة. فقسم المجموعة إلى قسمين وضع بينهم قرعة، صار ناس قسم تحت قسم فوق. الذين تحت كما هو يعني يصوروا الحديث ويصوروا المشهد، الذين تحت كان عندهم ماء فنفد الماء، كلما يعني نظروا في يعني أوعيتهم وإذا الماء غير موجود. طيب إيش أسهل حل عندهم فكروا فيه؟ قالوا مثل ما أشرت، هالخشبة اللي تحتنا هذه نفتح فيها ثقب ويعني يخرج علينا حاجتنا من الماء. نية طيبة، نية طيبة، بدل ما نطلع الدرج ونستأذن من القسم هذولك اللي أخذوا ملكوا القسم اللي فوق. طيب فعل فعلا فعلوا، هذا الثقب بدأ ينبع ماء سيغرق اللي تحت وفوق، لكن الذين فوق جاءوا وتدخلوا ويعني وسدوا هذا الثقب وأخذوا الماء وأخرجوا برا، ثم تصالحوا واتفقوا على وحدة أن لا يمكن يسمح بهذا يعني الطريق مرة أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قضية فإنهم أخذوا على أيديهم. أرجو أن نلاحظ شيئا، أن قضية المنكر ينبغي أن يبادر إليه مشايخ قبل أن يقع، قبل أن يقع، لأن حقيقة استشرافه ومحاولة النظر في من نفسه توسوس له أو 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 يخطط أو 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 يريد أن 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 كذا، يحتاج حقيقة أنه من البداية يقال له لحظة لا تفعل، لأنك إن فعلت وكان الأمر في محدوديته يعني تجد في المثال أول من بادر إلى كما ذكرتم قناة قد تنشر شيئا من 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 يعني مما يغضب الله عز وجل، قال أنا قناة واحدة خرق واحد يا جماعة الخير ما يضر شيئا. أو مثلا نسأل الله السلامة والعافية من يعني تبرجت ويعني كانت سببا في تبرج من وراءها ونزعت حجابها، قالت أنا امرأة واحدة ماذا عسى أن يؤثر، لكن ذلك يظل هو في يومه واحد، لكن الذين قالوا في نصيبنا خرقا أيضا الذين بجوارهم قالوا لماذا نأخذ من خرق هؤلاء، لا يكفينا الماء في خرق واحد، لما لا نخرق نحن أيضا. وإذا بالمنكر يتسع فيبادر إليه مع أول وهلة حتى تتدارك السفينة. ولذلك الله عز وجل يقول وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، هم الذين يعالجون الرتق. ولذلك بوادر المنكر عادة في المجتمعات يعني مثلا يعني في المنكرات العامة، أنا لو ضربنا مثلا بالاختلاط، مثلا الاختلاط أول ما يبدأ يكون فيه ناس يسوقون له نظريا، ترى المفسدين يعني هم يتوزعون كفرق، فرق منظرة تنظر وتطرح الفكرة كفكرة وتهاجم موضوع مثلا الحجاب، تهاجم ممنوع الفصل أحيانا بين الحشمة النساء دون الرجال وما إلى ذلك نظريا. فأحيانا هم يرون يعني هذا المجتمع هل هو يتقبل هذا الفكرة، هل هو يروج فيه، يقيسون ردة الفعل، إيه هل هو يروج فيه، هل هذا المجتمع بدأ يتشرب الفتنة، يتشرب الفكرة. فإن كان وجدوا إيش مواجهة حقيقية قوية مقنعة بحجج قوية وجدوا في هذا المجتمع صلابة أخلاقية، صلابة دينية قيمية قيمية صلابة، فهم يتراجعون خطوات كثيرة.
لكن المنظرون هؤلاء يطرحون، ثم إذا أصبح فيه نوع من القبول أو نوع من السكوت، نوع من الرضا، نوع من الرخاوة والهشاشة في المجتمع أنه يقبل، فوراءهم فرق تنفيذية عاد تبدأ تطرح المشاريع التنفيذية، وراهم فرق فنية تطرح الفتنة، هذا يطرحها بمقال، هذا يطرحها بمشهد تلفزيوني، هذا يطرحها بكاريكاتير، هذا يطرحها بقصيدة، هذا يطرحها مهرجان على أرض الواقع. هذا فيه نوع من هنا المجتمع إذا لم يكن ما بادر، إذا لم يكن واعيا من البداية، لم يكن واعيا من البداية حريص يتخيل ما يمكن أن يحدث. أضف إلى ذلك أن الخرق أحيانا هذا يكون أحيانا بصورة نوع من الصور الإيجابية أو في الدائرة الشرعية مثلا، يعني يثير لك النقاش يا أخي سفور المرأة عن وجهها، ويجيب لك الأدلة وما الأدلة، لكن جميع البلدان الإسلامية اللي ثار فيه النقاش، يعني قبل 100 سنة كانوا كل النساء في جميع البلاد العالم الإسلامي يسترن كامل أجسادهن متخمرات بوجوههن، وهذا تشهد به التاريخ وتشهد به الصور، لكن في جميع البلاد الإسلامية بدأ النقاش بكشف الوجه بأدلته وانتهى بإيش؟ بالعري على الشواطئ. الله في الحلقة القادمة لأن الوقت انتهى، وبالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم. الله أن يحفظنا وإياكم لكل خير. هذه الأرض لنا أم رؤوم، كيف يرجو رحمة من عق أمه، عزها في دينها مهما رأينا، حولها بحر الدعاوى وخضم، عندها من منهج الرحمن كنز، ومن الحكم به أعظم نعمة، ولها في الأمر بالمعروف حرز، إن ألمت من أعاديها ملمة. هكذا الأمة تبقى حين يبقى منهج القرآن فيها خير أمة، منهج القرآن فيها خير.